الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من المملكة العربية السعودية وتركيا، يلي وقعوا خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي التركي عدد من اتفاقيات التعاون بقطاعات مختلفة مثل المصارف، الصحة، الزراعة والطاقة المتجددة. هالاتفاقيات بتضم نقل وصيانة الأجهزة الإلكترونية وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للسعودية، إضافة لتقديم خدمات الاستشارات المالية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. تعليقا على هالاتفاقيات، قال وزير الاقتصاد التركي أنه بلاده بتهدف لإنشاء بيئة خالية من العقبات على الأصعدة التجارية والاستثمار والاقتصاد. بدور وزير التجارة والاستثمار السعودي، أكد على استخدام المملكة كافة طاقاتها من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين. نبقى بتركيا، حيث أقر البرلمان التركي اتفاق بيتعلق بمشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي تيرك ستريم، يلي رح يمر تحت البحر الأسود بهدف ضخ الغاز الروسي عبر تركيا إلى جنوب شرق أوروبا. بذكر أنه تركيا وروسيا سبق ووقعوا هالاتفاق باسطنبول بعشرة تشرين الأول السابق. من لبنان، خبر مميز مع تعيين وزير المال السابق جهاد أزعور من قبل صندوق النقد الدولي كمدير إقليمي للصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، على أن يتسلم مهامه رسميا بالأول من أدار 2017. أعرب البيان الصادر عن إدارة الصندوق بواشنطن عن الخبرة المالية الطويلة يلي بيمتلكها أزعور، كونه أشرف على عدد كبير من البرامج التمويلية الدولية خلال تسليمه وزارة المال اللبنانية سابقا. ومننهي من منطقة اليورو، حيث انخفض معدل البطالة لأدنى مستوياته من عدة سنوات خلال تشرين الأول. ووفقا لمكتب الإحصاءات الأوروبية، معدل البطالة بمنطقة اليورو انخفض ل 9.8%. هالانخفاض الحاد بمعدل البطالة هو إشارة على ثقة الشركات بانتعاش اقتصاد المنطقة. هيدا كان كل شيء لليوم، أنا بشوفكم نهار الاثنين.